ده انت طلعت زعيم عصابه بقى يا شريف واحنا ما نعرفش. الكيليون يا باشا لما باخد فرصتي طالع لاختي. اذا كان يعني جنابك ما انتش عارف اعرفه. لا عارف. وشاينا حكي لي على كل حاجه. بص يا شريف، انت متصور والكاميرات جايباك. لو عايز تخرج من الليله دي وما تتاذيش يبقى سيب وانا سيب. يعني ايه يا جناب الباشا؟ يعني بالنسبه للحاجات اللي انت ماسكها على بوسينا فانا اعرف ازاي احمي مراتي. اما بقى بالنسبه للمصيبه اللي انت عملتها هنا فانا اقدر احبسك بيها واديك في 60 دقيقة.